ملاحظة: قواعد الجمع والضرب والقوى تبقى صحيحة في السي. ملاحظة ثانية: أن إذا كان الزاد يساوي صفر ليس له عمدة. تذكير: أم الزاد ألفا هو هي عمدة الزاد، يعني أغيمو بالزاد هي ألفا. لكن إذا كانت أم زاد هو المركز، إذن هي أو. لا يمكننا تحديد زاوية، إذن نقول بأن صفر ليس له عمدة، إذن ليس له زاوية. الآن سنعتبر الزاد تخالف صفر والزاد بريم كذلك تخالف صفر لكي يكون لهما عمدة. إذن الزاد R الإكسبونونسيال التيتا، زد بخيم R بخيم الإكسبونونسيال إي تيتا بخيم. الترميز أسي، الآن زد هي R تيتا، يعني R عامل لكوسينيس تيتا زائد إي سينيس تيتا. زد بخيم كذلك تساوي R بخيم تيتا بخيم، يعني R بخيم عامل لكوسينيس تيتا بخيم زائد إي سينيس تيتا بخيم. الشكل المثلثي، الآن سنمر إلى قاعدة الجداء. زد في زد بخيم هي R الإكسبونونسيال إي تيتا في R بخيم الإكسبونونسيال إي تيتا بخيم، يعني R بخيم. قواعد القوى A أس N في A أس M تساوي A أس N زائد M، إذن هي الإكسبونونسيال إي عامل للتيتا زائد تيتا بخيم، هي زد في زد بخيم. نمر إلى ترميز أو إلى الشكل المثلثي، هي R بخيم تيتا زائد تيتا بخيم. من هذه النتيجة سنستنتج، إذا لدينا عدد عقادي هو زد في زد بريم، فهذا العدد العقادي له معيار زد زد بريم، معياره هو R في R بريم، R هو معيار زد، R بريم هو معيار زد بريم. له كذلك أغيمو، إذن أغيمون دو زد في زد بخيم هو تيتا زائد تيتا بخيم، تيتا هو أغيمون دو زد زائد أغيمو دو زد بخيم بترديد دائما اثنان بي. الآن سنمر إلى المقلوب. واحد على
زد، إذا هو واحد على آخ الإكسبونونسيال التتا، هو واحد على آخ، واحد على الإكسبونونسيال التتا، قلنا بأن واحد على أ أس إن هو أ أس ناقص إن، إذا هو الإكسبونونسيال ناقص إي تيتا، هو واحد على زد، إذا واحد على زد يساوي المعيار قلنا هو واحد على آخ، العمدة هو ناقص تيتا، نتائج أن واحد على آخ، واحد على الزد له معيار هو واحد على آخ، واحد على آخ هو واحد على معيار الزد، له عمدة يعني أرجيمون دو واحد على الزد هو ناقص، إذا ناقص تيتا، تيتا هو أرجيمون دو زد، أرجيمون دو زد دائما بترديد اثنان بي. الآن نمر إلى القسمة، زد على زد بريم، إذن هو آخ الإكسبونونسيال التيتا على آخ بريم الإكسبونونسيال إي تيتا بريم. إذن يساوي R على R بخيم، قواعد القوى دائما هو الإكسبونونسيال إي تيتا ناقص إي تيتا بخيم، يعني إي عامل للتيتا ناقص تيتا بخيم هو زد على زد بخيم، إذن زد على زد بخيم تساوي المعيار هو اغ على اغ بخيم، اغ على اغ بخيم، العمدة هو تيتا ناقص تيتا بخيم، تيتا ناقص تيتا بخيم. اذا نستنتج من هذه النتيجة ان زد على زد بخيم له معيار، اذا زد على زد بخيم قلنا له معيار هو معيار زد، يعني R معيار زد على R بخيم هو معيار زد بخيم، له كذلك أرغيمون، أرغيمون دو زد على زد بريم يوافق تيتا، هي أرغيمون دو زد ناقص تيتا بخيم هي أرغيمون دو زد بريم دائما بترديد اثنان بي. الآن سنمر إلى قوة عدد عقادي، إذن نعتبر دائما زد هي اخ الإكسبونونسيال إي تيتا، إذن زد أس إن هي اخ الإكسبونونسيال إي تيتا، الكل أس إن هي اخ أس إن الإكسبونونسيال إي في إن تيتا، لأن أ أس إم الكل أس إن هي أ أس إم في إن، إذن إي إن تيتا هي زد أس إن، إذن زد أس إن يساوي إغ أس إن هو المعيار، إن تيتا هي هو العمدة، إذن نستنتج من هذه النتيجة بأن أرغيمون
أو معيار أول شيء زد أس إن له معيار زد أس إن، معيار زد أس إن هو إر أس إن، إر هي معيار دو زد، الكل أس إن له عمدة يعني أرجيمون دو زد أس إن يوافق إن تيتا هي أرجيمون دو زد، أرجيمون دو زد بسرديد اتنان بي. الآن سنمر إلى المرافق. في الرسم الذي بين يدينا لدينا ام زد، ام زد معرفة بآخ والتيتا، ام زد باخ معرفة بناقص تيتا، وآخ لها نفس معيار زد، ولدينا مقابل زد ناقص زد، إذا النقطة ام ناقص زد احداثيتها ناقص اكس ناقص ايغريك، إذا دائما معرفة بآخ نفس معيار زد، زاويتها أو أرجيمو هو بي زائد تيتا، إذا هو تيتا زائد بي. من الشكل الذي بين يدينا نستنتج أن زد باغ تساوي إر والمعيار هو إر، أرجيمون تساوي ناقص تيتا، إذا زد باغ تساوي إر ليكسبونونسييل ناقص إي تيتا. نتائج هو أن معيار زد بار تساوي نفس معيار زد، كذلك أرجيمون دو زد بار هي ناقص أرجيمون دو زد بترديد اتنان بي. الآن المقابل، المقابل دائما من الرسم لدينا زد ناقص زد معرفة بآخ معيار، لارجيمو هو تيتا زائد بي. إذن الكتابة الأسية أو الترميز الأسي هو ناقص زد تساوي إر ليكسبونونسييل إي عامل للتيتا زائد بي. معيار ناقص زد هو نفس معيار زد، كذلك أرجيمون دو ناقص زد يوافق أرجيمون دو زد هو تيتا زائد بي بترديد اتنان بي. تمرين، حدد الشكل المثلثي للزد، زد تساوي 6 بي على 3، 3 ناقص بي على 4، 2 بي على 2. تذكير، قلنا بأن إر تيتا في إر بريم تيتا بريم يساوي إر إر بريم تيتا زائد تيتا بريم، كذلك إر تيتا على إر بريم تيتا بريم يساوي إر على إر بريم تيتا ناقص
تيتا خيم. إذا نطبق على الزد. إذا قلنا لدينا الزد تساوي 6 بي على 3، 3 ناقص بي على 4، الكل على 2 بي على 2، إذا تساوي. إذا نطبق قاعدة الجداء. إذا بالنسبة للجداء هو 6 في 3 بالنسبة لمعيار، ونطبق في نفس الوقت القسمة. إذا على المعيار، إذا 6 في 3 على 2، إذا 6 في 3 على 2. بالنسبة للارغيمون، إذا نجمع بالنسبة للضرب، نجمع بي على 3 زائد ناقص بي على 4. بالنسبة للقسمة، إذا ناقص، إذا ناقص ناقص بي على 2. إذا الحساب 6 في 3 12، 18 على 2 9. إذا المقام الموحد هو 12، المقام الموحد هو 12. إذا لدينا 4 ناقص 3 هو 1 ناقص 6 هو ناقص 5، إذا ناقص 5 بي على 12 هي الزد. إذا معيار الزد هو 9، أرغيمون دو زد هو ناقص 5 بي على 12 بترديد 2 بي.